ياكل وابا ياخد الدواء. جبت لي هدوم المدرسه؟ لا ما جبتها، لكن حجيبها لك. كل مره قعدت تقولي كلام انت. انا تاني لو اخلي المدرسه تعديل كده ما حلبس لكم الهدوم القديمه دي تاني. بلاش دلع فاضي، اسرق لك انا يعني؟ كيف امسيت يا ابوي؟ الحمد لله. تجيتي يا منيره يا بنتي، ما لك تاخرتي كده ابدا يا ابوي. الورديه انتهت الساعه 6 ومشيت جبت لك الدواء من الصيدليه. دواء تاني يا منيره يا بنتي؟ ده تعب في الفاضي ساكت. انا خلاص. لا يا ابوي عليك الله ما تقول كده. بعدين انت يا ابوي ما عايز تساعد روحك. اساعدك كيف يعني؟ اكذب عليها يا بنتي؟ لا تساعدها بينك تاكل وتبلع علاجك في مواعيده. مره الحبوب مره يا منيره، ما بتنزل من الحلق. قايت وانا غير هدت حيلي ما شايف لها فايده. حتبقى كويس، الدكتور قال حتبقى كويس لو وصلتها في العلاج، لو ما وصلتها حيضطر يعمل لك عمليه. عمليه؟ لا عمليه نافعه ولا غير نافعه يا منيره يا بنتي. مره حصاوي ومره غده ومره بلاوي ما معروف شنو. خايتو البينه ذاته بيجا ما معروف. الواحد بعد ده اخير يتشجع ويرجع يوم. اول مره اشوفك بلي يا سيده. دي الحقيقه يعني، هعيش زمني وزمن غيري. ما تقول كده عليك الله يا ابوي، حتبقى كويس ان شاء الله، حتبقى كويس. انت بس واصل في علاجك، لو عندي خاطر عندك ابلع علاجك، والشفاء والمرض من عند ربنا يا ابوي. ونعم بالله ونعم بالله. انت ما داري تفهمني يا عاطف. افهم لك شنو يا اخي؟ يا ما انا ما بفهم يا انت بتقول كلام ما مفهوم. ما معقول، ما معقول زول مصاب بالملل والاحباط لانه عنده زوجه هادئه ومطيعه وبتنفذ كل طلباته. دي يفهموها كيف؟ طاعه عمياء وهدوء قاتل. انا ما داري زول احركه زي قطعه الشطرنج. عايز زول يقول لي غلط لما اغلط، زول ينصحني لما استشيره، زول يزعل يطنطن يزهج يكورك، مش مجرد حجر جامد. النيل اللي قدامك ده حياته بتتجدد وبتتغير بالعصير والزوابع والرياح، لو فقدها بتحول لبركة جافة، بجف بتحول لبركة آسنة بتسكن الطحالب والبعوض. والله انت زول غريب. عارف ده كلامه دي بيذكرني شنو؟ بيذكرني مراهقين الدول الاسكندنافية قلب الإباحية، فقدوا طعم الحياة لأنه أي شيء دايرينه بيحققوا طوال. رغم اختلاف التشابه موافق، أهو على الأقل بديت تفهم أنا مالي. بالمناسبة أنا عندي مرور، والموضوع ده بالمناسبة يا دكتور حله في يدك أنت. جرب كل السبل وأكيد حتلقى حل. عن إذنك. عثمان ماشي الجزر ولا شنو؟ يا عثمان بس يعني بريز يا بالقروش مالك بتقول لها خجلانه كده؟ ها زول بيخجل من اخوه؟ لا هاي صح، هاي قلت لي قلت لك بتقول، لكن معلش ما في مشكله. يعني لا 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 قمت الصباح بدري الليله، عندي طلبية مفروض أسلمها. وكمان غاشي أنا صاحبتك منيرة. أبوها بيقى كيف؟ والله يا عثمان قالوا تعبان شديد. هاك عليك الله، ناي اشتريهم بالمرة كده شوية برتقان كده وديهم لهم معاك. خلاص كويس. لو لقيت فرصة كده أزعلها أقول لها موضوع أنا عملت لنا فيه شنو؟ لكن يا عثمان ما بتقول انا جيت اكفر لابوابي، تقول انا جيت عشان الموضوع ده. صح والله، صح والله كلامك صح. لكن هي بتوافق وما توافق ليه؟ مالك انت يا بكر شنو؟ والله توافق.
وما كلمتيها قلت لها عثمان قال بحبك؟ عثمان 100 مرة سألتني السؤال ده ومية مرة قلت لك آي قلت لها آي لكن ما وريتني هي لما انت قلت لها بسمت ولا زعلت؟ ابتسمت وقالت تفكر ما كلمتيها قلت لها الورشة دي حقتي؟ وهي ما عارفة الورشة دي حقتك عارفة؟ آي انت بس شيل الصبر شيل الصبر زيد لهم البرتقال شوية سمعي يا عثمان مع السلامة اشتميني كوركي اصرخي وافقت؟ قول بسم الله في شنو؟ منيرة أبوها أنا قالوا المستشفى حسب بالإسعاف طيب طيب أروح 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 سريع سريع تعال 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 ماشي بهدومك بتاعت الشغل دي؟ لكن لو أنا حاولت أغير ما نتأخر يا أخي لسه بدري على الزيارة نمشي البيت غير هدومك وبعد ذاك نمشي لا خلاص أنا حلبسك سلفوت معي أي لبسة لزوم القيافة بس أروحك أروح بكل أسف في أخت لازم عملية إذا موافقين على العملية جيبوا لي الكلام ده مكتوب بس ظروفنا بتسمح والله يا أخي أنا ما في يدي حاجة ممكن يعني أخفض أجرة الجراح والمعاونين لكن أجرة المستشفى ما بقدر لأنه ما في يدي حاجة إلا المدير الطبي نزلك يا دكتور ممكن أشوف البيشن ما محتاج يزيد تفضل شوف انت يا حاج محتاج لعمليه بسيطه لا لا انا ما بعمل عمليه انت لازم توافق يا ابوي يا دكتور انا ما بوافق طلعوني من هنا خلوني امشي البيت اموت هناك احسن دي عمليه بسيطه انت خايف من شنو يا ابني انا ما خايف نحن ناس معدمين يا ابني ما عندنا حق الاكل تقول لي عمليه انا حتصرف يا ابوي ان شاء الله احصل فيها من المصنع والدكتور قال حيخفض لنا انت بتغشي روحك ولا بتغشيني يا بنتي يا تو سلفيه اللي بدوها لي عامل يوميه في مصنع يا دكتور نعم انا مضطر اعمل عمليه عندي في المستوصف كتر خيرك يا دكتور خالد يبقى في الحاله دي نمشي مع بعض نجهز الاسعاف عشان الدكتور يمشي المستوصف طبعا جدا سارح وين؟ برعا في غنم إبليس أصدق ما فرضت زعلين سارح وين؟ لأنك أنت عارفة والله حيرت أنا معاك قوم أشرب الشاي رأيك شنو في الحصل الليلة؟ الحصل شنو؟ يعني موضوع القروش وامتناع منيرة ها تكاش كرساك لا اتكلمت معي كده بطريقة جامدة كده وما كلام زول بيريد لزول ما تشتغل بها كتير أصلا في نوع من البنات بيكونوا جامدين كده طريقتهم جامدة ما تشتغل بها
انا بعرفه لك كويس. يعني حتوافق؟ والله اسمع دار النصيحه وبصراحه كده في ظروف مرض ابوها دي بتقول لا. والله لا 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 هي اصلا ما 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 هي ما 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 دخلت كثير، لكن بس انا المسرع. خالد. ايوه يا سامي. ماشي المستشفى؟ طبعا هكون ماشي. وين يعني؟ بتجي بدري؟ في حاجه؟ لا. بتزعلي ليه؟ عاوز اعرف. حسب ظروف الشغل. خلاص وانت جاي جيب معاك حاجات من البقاله. حاجات زي شنو؟ حسب رغبتك في العشاء. واذا جاي بدري كلمني عشان اجهز الغدا. يلا يا بتول ولا امشي قدامك. جايه دقيقه بس بجهز دقيقه. عشان حركتك الثقيله دي انا قلت لك اجهزي من بدري. اصل ماشي لما مشوار المفروض اجهز من بدري يا اخي. هاي لسه وقت زياره ما جا. ها لسه ما وقت زياره ما جا. يا بتول اتلومنا في العمليه كمان نتقوم في التاخير في الزياره، بعدين ما بصح الزول يتلوم معنا سابته. هاي تعال نكلمك ضم الصوصف. ما في اي زول بيحضر عمليه. انت متاكده انه مبارك كان ما في زياره؟ طبعا متاكده. الزياره في المستوصفات الخاصه بعد 24 ساعه. يلا رح خلاص هاي جايه بس دقيقه. خلاص جيتها خلاص. رح اسمعي انت لما كلمتها عن موضوعي اتبسمت. والله يجنس تبسمات ارحكه. اتمنيت على الوالد الحمد لله دار اطمئن على عثمان. ان شاء الله تكوني فكرتي. اكون كذابه لو قلت لك فكرت في الظروف دي. بعدين عثمان لو مستعجل ربنا تملاه على خير. سميره وين؟ ما شايفه. سميره مشت البيت قبل اي غيار. بتبيت في بيت درا يعني؟ لا مع صحباتها. الكلام ده مش عيب عليكم؟ انا احنا مشاوله؟ لا الحالة واحدة لكن هي اختارت كده وانا ما ناغشتها. لا هناي ديل ديل 2 كيلو موزة بنقطة وديل كيلو لا دسوا نص بنقطة بسرة. ما قال؟ نعم بس اعمل حسابي. أجل كل العمليات باقي اليوم ده وبكرة. الليلة ما في عمليات لكن بكرة في عمليتين. أجل يوم. حاضر. بس أنت الليلة شكلك ما طبيعي. في حاجة؟ لا ما في حاجة. ممكن تمشي أنت يا سلام. أنا من رأيي إنك تسافر حتى ولو أسبوع. أنا برضو قلت كده. أيوة والسوق معاك المدام. لا أنا دي ما معاك. طيب أسمع خلينا أكمل لك كلامي. تعرف يا دكتور الانترفيو ده جزء كبير منه الروتين. يا أخي ما ممكن أنت طوال يا ماشي الشغل يا جاي من الشغل كده يعني مضيع حياتك في روتين قاتل. ومدامك قاعدة في البيت بين أربع حيطان يا بتحضر في غنوات يا مسلسلات يا نايمة، تقدر توريني آخر مرة أنت وسامية دي طلعتوا مع بعض 200؟
ما بتذكر. انت عارف طبيعة شغلي، انا يا عاطف الميز ده ما بجيو الا لما نكون في حالة هروب. طيب اسمع كلامي، سافر وسوق معك سامية، احتمال تكتشفها بشكل جديد. انا استاذن كتر خيرك يا ابني. لا لا يا ابني مستورة والله. لا والله مستورة والله الحمد لله. لا والله لا والله لو احتجتوا لأي حاجة أنا موجود. كتر خيرك يا ابني كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. قلت حاجة؟ لا أبوي قال لك كتر خيرك. الله يسلمك يا ابني، راجل طيب وباين عليه ابن ناس. كلامك صح يا ابوي. ما شاء الله ما شاء الله، الليلة آخر حيوية ونشاط. أيوة أنا بنهينا وعلى المأذون طوالي. لك يا شاب. أيوة أنا فعلا شاب. ليه أنت حاسس بحاجة؟ أنا شاعر بأنه ممكن أضرب ليك الحيطة دي بنية أفرتيك ليك طوبة طوبة. ما شاء الله ما شاء الله. هيا يا دكتور هتخرجنا بتين؟ أنتوا زهقتوا مننا ولا شو؟ أبداً العفو، بس ما عايزين نتقل عليكم أكثر من كده. يعني يومين ثلاثة كده نطمئن على صحته وبعد ذاك ممكن يطلع، وزي ما قال هو ماشي من هنا على المازون، أنت ممكن تمشي شغلي. يومين على العين والراس عم خليل. أخوتها مشت عشان تستأذن لها من الشغل، لقيتها فصلوها من العمل. أبوي ما مشكلة يا دكتور، المصانع الراكدة بلقى شغل. أنتي شغالة في مصنع؟ أيوة. أعمل شنو؟ فرص العمل ضيقة جدا. أنتي قريتي لحد وين؟ أنا قريت إدارة أعمال، قريت سنتين وجمدت الثالثة، ما قدرت أواصل. من أول الشهر ممكن تنزلي معانا شغل، بس حندربك من بكرة قابل السكرتير. ها بس كده كتير يا دكتور؟ أصلا إحنا محتاجين موظفين. الله يكرمك في الدارين يا ابني، الله يكرمك في الدارين. السلام عليكم. أسيا اسمها لو منيرة دي قالت ليك أنا لا يراك ها بعد العرس، بعد العرس ما تتحجي مساكة توكل أكلة. أنا مسكت تحت قلبي يا بتول. هاي قلبك أصلا مقطوع مني وبقطع لك شنو قلبك. لكن أنت اللي خلاك تقولي كده شنو؟ أنا ما عارفاها بتريد القراءة زي عيونا. لكن بعد العرس أنا ممكن أعمل لها جامعة خاصة. ما بالغت الأكين. ما خايف فرق التعليم بينك وبينه يكبر برضه. صح انا ما قريت لكن انا مثقف. انت ما قلت لها اسمها مثقف؟ قلت لها هوي نسقول. لما كلمتيها عن موضوعنا قلت لها عثمان بحبك ما عملت كده؟ استناك بالعشاء؟ هتعشى برا. نومي انتي، هشيل مفاتيحي معي. ولا اقول لك جهزي عشا الليلة وفطور بكرة واكل الاسبوع كله واعملي في وجبة واحدة عشان نرتاح من الموضوع ده خالص. شوفي ليك موضوع غير موضوع الاكل ده. بديت تدرب البنت الجديدة؟ ايه دكتور. خلاص جهزي نفسك لأنه حتمشي باسم الحسابات تاني. ليه؟ أنا عملت حاجة؟ لا بس عايزين نستفيد من خبرتك في الحسابات. طبعا ممكن نودي البنت الجديدة لأنه قسم حساس. والبنت الجديدة هتوديها السكرتارية؟ عندك مانع؟ اهلا.
ساعدك. ازيك يا منيرة؟ كيفك؟ أنا طبعا مشيت بتاع الخرفان قلت له ده أعزل لي خروف بمليون ومئتين. لا أنت لو تكون مرارته سمحة. قوم ده مساهمة في كرامة العملية، أقصد العملية كرامة بتاعت العملية. ما يقوم جاري. طيب سلام. طيب اترك. اتفضل. تفضل. وكيف الشغل معك؟ كويس، شوية شوية كده. السنة دي ربطت كويس؟ ما قصرت معي. اها، وعم خليل كيف؟ سافر البلد. والله؟ قال طول من الأهل، وعنده حاجات كده يقضيها وبيجي راجع. طيب خلاص، أنت بعد دمك أنت تمشي. ولا أقول لك؟ انتظري نمشي سوا، أوصلك معي. لا يا دكتور، أنا حامشي بالمواصلات. لا؟ طيب المشكلة شنو إنه أخذك معي في طريقي؟ لا ما في مشكلة، بس ما عايز أكون متميزة عن زميلاتي في العمل. أنتِ عملك معي مباشر، مرات الظروف بتفرض إنه نحن نكون مع بعض. خليها على الظروف، والعمل عمل. زمن أنا ما سمعت الكلمة دي. برافو عليك يا منيرة، برافو. منيرة أهلين، سلام عليك. تمام، شنو أختي تراب علينا الجدار كده؟ زيارة عبد الله؟ أبدا والله، ظروف العمل وكده. والله أنا ما كنت شغالة في حتى كده بالسنين. طيب عارفة وبتسألي؟ لا لا، أنا بس كان قصدي يعني زيارة خفيفة كده، خشم خشمين، نتونس ندردش، ما فيها حاجة. بحاول يا منيرة. نعم. بالمناسبة أنت ما مشيت الخزنة تصرفي الحافز؟ حافز؟ حافز شنو؟ أنا دوب اشتغلتها. والله أنا تفاجأت زيك كده يا منيرة لما دكتور خالد كتب في التوصية اسمك يتضمن في كشف الحافز السنوي، مع إنه اللائحة ما بتديكي. طيب كانت تقولي للدكتور ما بتستحق. منو أنا؟ بري، أعوذ بالله، مالي أنا قطعت نصيب؟ ثم هو عارف الدكتور لأنه كتب في التوصية تمنح استثنائيا. كتر خيرك وكتر خيره. كتر خيري وأنا دفع حاجة من جيبي. يا جدات الخلا. طيب احتبروهم سلفية برضو. لا اليوم اللي عادت ثلاثة ولا شنو؟ انت اكيد مستوعب موقفي. قبل استوعب موقفك انا مستوعب صوفك. في حاجة دايرك تعرفيها، انا جربت حياة الكفاف. انا تربيت وسط اسرة كانت تكون معدمة. ابوي كان عامل في السكة حديد، كنا بناكل وجبة ونفط التانية عشان نوفر رسوم الدراسة. في الاجازات اشتغلت طلبة في المباني، مساعد كهرباء، عتالة، لحد ما خلصتها واشتغلتها. كنت في سابق في الزمن عشان أعوض أبوي تمن شقاوة وتعبه، لكن الزمن كان أسرع. عشان كده أي أب بشوف فيه أبوي، أبوي اللي علمني معنى الإنسانية. مهنة الطب كملت الباقي. كتر خيرك، ما قصرت معانا، جمالك مغرقانا. أدينا فرصة نرد لك جزء منها، وعايزاك تديني شرف اطلب صلافيه لما احتاج ليها زيه زي اي موظف عادي. هاي هان، اسمع، معانا
بتفكر في شنو وتضمي مالك؟ والله بتقول مرات بتتكلمي، والله بتقول مرات بس انت زول مخرف يعني فيه شنو؟ السر راسي ده لو فقشوه كده عادي كده حيلقوا فوقه شنو؟ يا يابا راسك راس السرور الكل فهم وراي. الفهم كمل والراي في زول واحد اسمه منيرة. اصبر اصبر والله والله انا خايف عليك من السرحان. اجين يعني؟ ما بجين، بجين في حالة واحدة لو قالت لا تفمي خشمك ان شاء الله ما تقول لا. والله انا في مراضية بتقول اجر لي تركتر وكسر لهم الحوشن ده. وبعا لسه جميع دار تنتهي منهم تقتلهم؟ هنتهي منهم شنو؟ هذا دار ابني لهم من جديد قدر ما انتظرته يقع ابي يقع. مالك وماله سببك عليهم شنو؟ في شنو مالك وماله؟ تاني رجعنا للخرف ما عشان اصابحه وماسيه. لما كلمتها عن موضوعنا وقلت لها اسمان بحبك ما قلتك تجاز يا بتول. خالد انت جاد في كلامك؟ طبعا يا عاطف. لا بس دي سموش يعني. انا بحكي لك الاعراض وانت شخص. خفقان، سرعة في التنفس، راحة شديدة جدا لما نلاقيها. دي أعراض للخرف. جايز. يعني بس دي يسمشني يا خالد يعني، عب من أول نظرة ولا شنو يعني؟ ما عارف. طيب هي موقفها شنو؟ ما عارف، لسه ما صارحتها. خالد بصراحة أنا خايف ليك من الطريق ده. وأنا حاسس إني حمشي فيه لحد النهاية. بس على حساب حاجات كثيرة. وعلى حاسيس ومشاعر ناس تانين يا أخي. قصدك سامية؟ طبعا يا أخي. كل شيء حيكون في محله. إلا من أبى. خلي ده معك. لا ده لضرورة العمل. أنا حاشيله لكن على شرط يتخصم من المرتب بتاعي. لا ما حنخصم من مرتبك، احتبري عهدة. إذا خليت الشغل لا قدر الله رجعه. دي زينب قلت لها خش، قالت الوقت متأخر وقت خش، وقالت لي يسألك تميت لها اليونت ولا لسه. زينب دي مش صعبة ديك؟ كلميها قول لها ما ترسل لي تاني بيتها منقضومتني. ما أنا سويت لك شنو؟ تتراشق تتراشق كده وتخفف في دمها كده وده تلزق. الله دي تلزق ما تاني ما تفيد كله كله. ما يمكن. يمكن شنو بتقول؟ مش قلنا ألف من يتمناك؟ شوفي أنا ألف من يتمناني ديل بتمنى فيهم واحدة بس في جبينة صباح. والصباح الله لا فايدة في المصباح. أمشي 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 حضر لي غيارات. سجمين أنت مسافر يا عثمان؟ مسافر شنو؟ أه؟ مسافر شنو؟ أنا دار أمشي أبيت معهم في المستشفى. يا تديني رد بالموافقة يا كمان تديني حقنة تقتلني. عثمان أنت يا بتول أنت مش أختي؟ هاي اختك. مش بقى لي هنا؟ لا معلش يعني مش هنا. لا لا مش انت يا بتقول كده بفراستك كده بفراستك لما قعدت معاها وفتحت الموضوع بتاعنا بفراستك كده بتديني حقنة ولا بتوافي؟ حريت كان ابدتك لها فلسة انا كده. يا رايحة انت فاهمة قصدي كويس معقولة بس تعب يد اللي تمدت لك بالإحسان يا أخي جزاته إنه عمل معك معروف تقومي تخرب لي وبيته ما تخجلي يا أخي تخجلي.
الو، انا بس يعني عايزه اعمل لك فعل خير كده، يعني كنت عايزه اقول لك خلي بالك من السكرتيره الجديده، والله ما شاء الله ما مقصره، شي هدايا وشي عزومات مع زوجك المصون. وانت مصلحتك شنو في نقل المعلومه دي؟ فاعل خير. سلام. كده الاثنين في الطوة. وين سارحة؟ الشاي العقلك يتهنى بيه. بالمناسبة عثمان بيسلم عليك شديد. عندي لك سؤال لا يخلو من الخصوصية. تفضلي. بترجع البيت الساعة كم؟ سؤال ذكي، عشان يجيك من الآخر أوريك أنا اتزوجت سامية كيف. لما خطيبة هرب يوم العقد أمي أصرت إني اتزوجها، وما أكذب عليك إنها كانت حلم بالنسبة لي في يوم من الأيام، واحترمت حاجاتها لأنها كانت مرتبطة. لما حصل الحصل قلت النصيب الداني، كنت متخيل نفسي إني حاسعدها وإني حكون سعيد معها، لكن ده ما حصل. محتاجة تعرفي أنا برجع البيت الساعة كم؟ لا، لكن ما سألتيني لما شفتك أول مرة قلت لنفسي شنو؟ ما محتاجة أسأل. الحمد لله على السلامة يا أبوي، أجيت منهم كيف؟ الحمد لله، الله يسلمك. تمام التمام والله، وبيسلم عليكم سلام شديد، وبالذات أخوي وولده. وإيش معنى يا أبوي إذا خصصتهم؟ خالتي ما سألوا مننا ولا شنو؟ لا كيف كيف يا سميرة، يسلم عليكم جدا والله، لكن ديل بالذات خصصوا السلام ده لمنو؟ لمنيرة دي. أوه الكلام دخل الحوش. الكلام ليكي يا المنطط عينيكي. في شنو يا أبوي؟ أخوي طلبك ليه ولده؟ طلبني أنا؟ أنت يا أبوي؟ أنت رأيك شنو؟ رأي أنا؟ الرأي هي رأي أختك منيرة، إن وافقت بعثمان نرد لهم ونعتذر، وإن ما وافقت بعثمان نرد لهم بالموافقة. أنتوا عايزين رأيي؟ طبعا طبعا عايزين رايك يا منيره، رايك هو المهم يا منيره. الاثنين ما عايزه. ده كلام شنو يا بنت؟ تفضلي شكرا. والله شفتك بقت غاليه خلاص، لما جنت لك سيد الدكان قلت له بالله عليك الله البدي لما تشوفها ما ارجع ترسل لي للدرجه دي. بالمختصر المفيد دايرين كان مره ضغط عيطه. والله يا بتول ما عارفه اقول لك شنو. ما تقول لي ما فكرتي. لا فكرتها فكرتها والله، وعثمان راجل بمعنى الكلمه، والف واحده بتتمناه، بس انا لقيت انه ما حقدر ازعده، يعني نحن الاثنين ما حنكون سعيدين مع بعض، بتمنى له كله خير. ما في داعي للف الدوران، وقولي ان احنا ما قادرين معاك. بتول ما في داعي للكلام اللي ما في محله، حقيقه جد انا صادقه في كل كلمه قلتها. اصلا وكده رايك من الاول التعليق يعني كان في لها داعي لزوم؟ شنو كنت محتاجه اني افكر افكر عشان ما اظلموا معي. بالله ظلم اكثر من الظلمه ظلمتيني. وده صحيكي شنو العسي؟ ممكن اعرف انت بتتاخر كل يوم وين؟ نعم سمعتني. وشنو اللهجه الغريبه دي؟ ما غريبه ولا حاجه، ما من حقي اسال. ومن زمان ليه ما بتسالي؟ من الليل حاسال. It is too late. تصبحي على خير.
أنا كنت بتمنى يا بنتي أعيشكم في ظروف أحسن من كده. أنتوا الذكرى الباقية لي من أمكم المرحومة. كنت بتمنى أعيشكم في العلالي مش في بيت إيجار ليوم الليلة. كنت عايزكم تعيشوا في بيت ملك. ما قصرت يا أبوي. قصر الزمن يا بنتي. المرض حد حيلي وما خليتك تواصلي تعليمك وتتخرجي. استغفر الله العلي العظيم. استغفر الله. الحمد لله على كل حال. أنا بتمنى قبل ما أموت أشوفكم أنت وأختك سميرة في بيت السعد. خليها على الله. قول لي الليلة مالك؟ من بكرة دي تلملم العفش ده لحنا هنسافر. أنا ما عندي تاني قعد في البلد دي. نسافر؟ نسافر نمشي وين يا عثمان؟ نمشي الدمازين، نمشي سنكات، نمشي أي حتة. ليه؟ أيوة داري أنا جن الغاشي والماشي قدام الورشة يقول ده الزول اللبته منيرة. يا السلام عليك يا عثمان. نرحل وخلي بيتنا عشان المبعوصة دي؟ هوي ويا بتول مهما كان أنا ما برضى فيها. بالله عليك الله ريحنا منها بلا منيرة بلا كلام فارغ. والله أنا لو محلك أقعد هنا في البلد دي وأعرس سي ستها كمان. والله أنا ما عارف أقول عدس. أنا ما عارف نسيبك كويس بجين كيف. أنت قال المجانين في الصواني ديل تاقشون جين؟ ديل ما بكون عندهم منيرة رابطهم؟ إزيك يا حلو؟ أهلين مرحبا. طبعا ما عرفتيني. ما حصل لي شرف. أنا سامية. سامية أنت؟ أيوة زوجة الدكتور خالد. أهلا مرحبا. الدكتور خالد طلع لكن بيجي راجع. أنا ما جاية لي دكتور خالد. أنا جاياك أنت. أنا؟ مرحب بك. بالمختصر المفيد كده أنا جاية حذرك وأقول لك أحسن لك بعدي عن طريقي. انا ما فهمت بتتكلم عن شنو بالضبط. انت فاهمه اي حاجه وبلاش اسلوب العبط ده معايا. احنا ستات وبنفهم على بعض. عاوزه كم؟ عيب يا استاذه انا ما كده. العيب انك تبني حياتك على انقاض الاخرين. انا كنت فاهمه غير كده. اسف يا بنتي. وريني شطارتك. هنسحب من حياته. وعد وعد. تعرف طالما تصرفات سامية بتدل على إنها عرفت ومنيرة جاها تلفون تهديد يبقى في زول أكيد عنده مصلحة في إبعاد منيرة. والزول ده بالتأكيد يا خالد في المستوصف. في المستوصف؟ نعم. تعرف أنا بكرة هحقق في الموضوع ده. يا دكتور سامية كانت هنا لكن والله ما قلت لها حاجة. ما أنا وافقوا؟ وما يوافقوا ليه؟ انت لاقينك وين؟ انت قلت لهم شنو؟ انا والله شفت مما فتحت الباب ده ودخلت قلت بسم الله لقيت لكم جدهم اقصد نعمات
كلمتها وافقت. طوالي عملت خلف دور مشيت لقيت لك زينب امها وكلمتها وافقت. ما عنده اي مانع النازل. انت بس اعمل حاجه واحده، تلاقي اخوها وتلاقي عمها وتحدد معاهم ويتم العرس. يا الله يا في زول وافقوا طوالي ليه بالسرعه دي؟ هو لاقي لك وين؟ وبعدين تعالي انت مالك بدل تفرح تقعد تتنكد كده. والله يا بتول انا زي حاسس اني سرحتها. اجي يا بنات امي، انت بدل تفرح تتنكد. كان على الاقل لي يشروني شهر شهرين بعدك يوافقوا، ما طوالي كده. تاني يا عثمان، والله اللي اقولك هي ما بدل فاقد وخير بدل عجله. لكن يا بتول وانت قاعده معاهم وفتحت معاهم الموضوع، ام كدوم ما كدومه نقصت شويه؟ ده كل الموضوع يا حاج. ومريرة عارفة انك داير؟ طبعا طبعا عارفة. عارفة؟ غريبة. الغريب شنو يا حاج؟ الغريب انها امبارح دي ادتني الموافقة بانها تتزوج ود عمها. ود عمها؟ الحقيقة موضوع ود عمها ده انا اول مرة اسمع به. والله الحقيقة يا دكتور خالد انت ما قصرت معانا ابدا يا ابني. طالما انك جيتنا وشرفتنا في بيتنا ما حردك ابدا. وان كان علي انا اقول لك مبروك واديتك ليها، لكن انت طبعا عارف الراي في النهاية راي صاحبة الشأن. منيرة! منيرة! دكتور خالد ده قال دايرك وطلبك مني، رايك شو؟ موافقة يا ابوي، لكن على شرط يا ابوي ما تكون على حساب تعاسة سامية. سامية حتكون زوجتي. انت ليه جيتي لمنيرة في المكتب؟ بالله هي كلمتك؟ كنت قايلاها زولة متحضرة. انت عايزة تصلي لشنو؟ إذا كنت مفتكرة إنها هتنازل عنها بسهولة دي يبقى أنت وهمة وبتحلمي. عايزاك تعرف إنه البيت ده ما حيشيلنا إحنا الاثنين. أنت حرة، حرة في اختيارك. أنا حامشي يا خالد، لكن قبل ما أمشي في حاجة لازم تعرف، أنا ما متحجرة ولا جامدة زي ما أنت فاكر، بالعكس أنا كنت صادقة جدا. أنت عايشت وما فهمت، دي كانت حقيقة مشاعرتي إياك. أنا فشلت في إني أحب بعد الموقف الخطاني فيه الإنسان اللي أنا حبيته واخترته من دون خلق الله. أكبرت فيك التضحية، لكن فشلت إني أحبك. أزرت عمري أكون خادمة مطيعة تحت رجليك، أحاول أرضيك بشتى الوسائل. تنازلت عن أعز ما تملك المرأة الكبرياء، ضحيت بكل رغباتي وتنازلت حتى عن إبداء الرأي. ده كله عشانك يا خالد، برضو ما أرضاك. اكتشفت إني بفشل المرة الثانية، أخلصت وفشلت، كنت صادقة وفشلت. ولما حاولت أتجمل وأكذب وأدعي إني حريصة على بيتي وزوجي، تصور إني قربت أنجح. ده كان سر الفرفرة الأخيرة، لكن جواي كان في هاتف بيقول لي لا يا سامية. جيت إني أشرف لي انضبح بسكين الصدق مليون مرة، ولا أكذب ولا أتجمل، وما حقول لك زي ما أنت قلت لي تولي، لكن بقول لك بكل صدق وأمانة نحن ما بننفع لبعض، كل زال في طريقه.